اهلا بيكم، يا رب دايما بخير. سؤال جالي من احد المتابعين يخص السكن والمعيشه في المناطق السياحيه زي الغردقه وشرم الشيخ، وزي مثلا هنقول السخنه والاماكن السياحيه اللي هي مش غاليه، او ما نقدرش نقول عليها دي بتاعت الاغنياء بس، واخد بالك، او مش اللي هو زي الساحل الشرير والساحل الطيب والكلام ده. ولكن لو انا من بره مصر وعاوز اقعد مثلا في الغردقة، انا بحب مثلا الاماكن اللي هي فيها بحر، او مثلا عاوز اقعد في شرم الشيخ، تعال خلينا نبقى متفقين، انا بتكلم عن شخص طبيعي مش شخص غني، لان شخص غني هيروح يقعد في مكان مميز جدا وبيصرف براحته وما عندوش مشكلة مادية. ولكن احنا بنتكلم في الاشخاص الطبيعيين، يا عم زينا، قلت مثلا جت في دماغي كده انا هروح اعيش في الغردقة، شقة هتكلفنا قد ايه، اكل وشرب قد ايه، ويا ترى الشغل اللي هيبقى متاح الافضل الشغل هناك ايه، طيب الدنيا ماشية ازاي. الحاجات دي كلها انا هحكي لك عن تجارب، عن يعني انا كنت في الغردقة فترة من الفترات، فانا عارف انا بقول لك ايه. الغردقة من الاماكن، يعني من اقرب الاماكن الى قلبي، انا برتاح لها نفسيا بصراحة. البحر الاحمر، اجواء الممشى السياحي، السنوركلينج، الغطس، البحر عموما، البحر الاحمر ده بالنسبه لي رقم واحد في المزاج بصراحه يعني. طيب لو انا عاوز اقعد في الغردقه هصرف قد ايه؟ هصرف كتير ولا هصرف قليل، ولا هيبقى المصاريف متوسطه؟ تعال نحسب كده. اول شيء لو انا بفكر ان انا يبقى عندي شقه ايجار، طبعا كل ما كان الايجار سنوي كل ما بتدفع مبلغ يعني اقل، مش زي واحد راح يقعد اسبوع او اسبوعين وخلاص وهيمشي، ماشي. السكن هيبقى قد ايه؟ خلينا نقول ان السكن لو شقه فاضيه، غرفتين وصاله، حمام ومطبخ مثلا كبدايه، هتبدا عندك لو هي فاضيه يعني من 2000 2000 ونص، حسب طبعا المكان، قريب من السوق، بعيد عن السوق، الاماكن اللي هي طبعا مش هتروح تقعد جنب فندق شتايجنبرج يعني، ولا هتقعد جنب، ولا تقعد تروح في مكان جنب الشط مباشره يعني، او شقق اللي هي بتبقى قريبه من البحر يعني، واخد بالك. طبعا مفيش شقق صف اول يعني، ولكن احنا بنتكلم كل ما بتقرب للبحر كل ما كان السعر اعلى، دي حاجه طبيعيه جدا في اي مكان يعني، ماشي. فهنقول مثلا 2000 ونص اللي هو الفاضي. عايز تعدي ولا ايه؟ ماشي، عدي يا عم، اقعد عادي، تمام. هنقول اللي هو في مكان متوسط قريب منه كل الخدمات، 2500 3000، طبعا لو مفروش بيتكلم من 4 إلى 5. طبعا ده مش شرط ان هو، عشان بقول اماكن متوسطة فهيبقى مناسب لكل الناس، لا، انا بتكلم على مكان مش غالي، مكان مش ايه، مش غالي. تعالى طبعا نحسب بالدولار في السوق السوداء، الدولار النهارده بيوصل ل 38، وفي البنك بيوصل الى 31 جنيه، خلاص. فاقسم على ال 31 او ال 38 هيطلع لك ايه بالدولار. تعالى الاكل والشرب، ما هو المميز في مصر برضه يا جماعه، عشان برضه الناس تبقى عارفه، ان اي مكان انت تقدر تعيش فيه، يعني فيه الاماكن الرخيصه وفيها الاماكن الغاليه، وفي الاماكن الغاليه جدا جدا جدا، ماشي. طيب تعالى انت عايز تاكل وتشرب، تاكل وتشرب دي مش اقل من 100 جنيه الى 150 جنيه. طبعا لو انت اسره ممكن الموضوع يزيد معاك شويه، بس يعني ايه، ده بنتكلم عن حد بيجيب اكل جمله، بيبقى عنده الثلاجه، بيحفظ فيها الاكل بتاعه، وبيعمل اكل يوميا في البيت، فمش بيروح يجيب اكل جاهز، لانه بيجيب اكل جاهز طبعا انت عايز 10 20000 جنيه عشان محدش بيعيش على كده، خلاص. طيب هنقول مثلا الاكل 100 150، نتكلم فيه 4000 جنيه، يبقى احنا قلنا مثلا 4 و3 3 ونص، ماشي. خليني اكمل بقى، تمام. فكده احنا اتكلمنا في حوالي 7000 جنيه الى 8000 جنيه، ممكن يقلوا يعني انت وشطارتك في موضوع الاكل وتوفيرك في الاكل. طيب تعال عندك الانتقالات، الغاز، المياه، الكهرباء، هنحط مثلا من 1000 1500 جنيه على حسب طبعا الحركه بتاعتك. فمن 8 ل 10000 جنيه متوسط المبلغ اللي انت هتحتاجه في تواجدك في المكان ده لمده طويله. طيب الوظيفه، طبعا الوظيفة على حسب دماغك، بس هي عموما الأماكن السياحية دي بيبقى مثلا الناس اللي معاها لغة بيبقوا شغالين كويس جدا هناك، الناس اللي هي معاها شهادات في الغطس اللي هم برضو بيبقوا
بيبقوا زي مستكشفين او مش مستكشفين، المشرفين برضو على الرحلات طبعا، مع الناس اللي هي العمال اللي بتشتغل في المطاعم في الفنادق طبعا، الشيف، اي شيف مثلا ممكن طبعا يقدم في الاماكن دي طبعا. طيب نقدم فين ونعمل ايه؟ تقدم فين دي في موقع مصري هو اسمه فرصنا، ده هتلاقوا عليه وظائف كتيرة جدا طبعا، مهندسين برضه هيلاقوا، في محاسبين، الكلام ده كله حدد المنطقة اللي انت عاوز تلاقي شغل فيها وان شاء الله هتلاقي، حتى لو كانت الفرص قليلة، بس يعني ممكن اللي معاه لغة او ممكن حد لو مكتوب لك رزق هناك هتروح يعني خلاص. طبعا عندك لينكد ان، لينكد ان برضه لازم تعمل عليه بروفايل كويس، تعمل عليه سي في كويس، داتا كويسة، واعمل سيرش وهتلاقي بإذن الله فرص موجودة كتير خلاص. طيب تعالى ليه اهم حاجة بقى في الموضوع ده، هل انت فعلا محتاج ان انت هتقعد فترة طويلة وهتستقر هناك؟ طيب شغلك هيبقى موجود ولا لا؟ الاماكن اللي انت محتاج تلاقي فيها شقق باسعار كويسة، عندك اول موقع انا بحب ادور فيه بصراحة، عندك اوليكس وعندك فايند بروبرتي وعندك مواقع كتيرة جدا في موضوع السكن والاسعار القليلة والاسعار الغالية. طيب مواصلات، مواصلات لو واحد مثلا من القاهرة وحابب ان هو يروح الغردقة مثلا، او انت جيت مثلا من على المطار، يا اما في مطار طبعا الغردقة ده مثلا بالنسبة للغردقة، وفي مطار شرم الشيخ الدولي ماشي، لكن لو حد جاي مثلا من القاهرة انا ارشح له افضل شيء يعني اللي هو جو باص، جو باص محترم، اي نعم ممكن ياخد وقت طويل سنة بس مش دايما يعني، انا شخصيا الكم مرة اللي انا ركبت فيه كان كويس مفيش اي مشاكل. فجو باص نزل ابلكيشن جو باص وهتعرف الاسعار بالتواريخ المعينة اللي انت عاوز تدور فيها. طيب هناك وانا هناك هل اركب تاكسيات على طول ولا اركب مواصلات عادية؟ والله انت لو الدنيا حلوة معاك ممكن تطلب اوبر لو اتزنقت، غير كده اطلب ايه، خليك على المواصلات، مواصلات شغالة جدا اللي هي الباصات اللي بتبقى 14 راكب لو حد ما يعرفش يعني، دي شغالة للنهار ماشي، عشان برضو التكاليف تقل معاك شوية، وخلي تركيزك اكتر على الاماكن اللي هي قريبه من الفنادق دي، بيبقى محتاجين فيها، بيبقى فيها وظائف وبيبقى فيها فرص كويسه جدا طبعا، مع الشغل بتاع مراكب السياحه، شغل السنتر او المراكز اللي هي بتطلع رحلات صيد ورحلات سباحه ورحلات غطس والحاجات دي كلها، دي كلها بيبقى فيها فرص كويسه، او لو انت عندك فكره استثماريه كويسه، فكره تعملها هناك سياحيه برضو هتبقى شغاله كويس طبعا، مع اللغه، اللغات المشهوره، في صينيين بيجوا، في روس، في ايطال، في المان، في انجليز طبعا، امريكا، يعني من كل الانحاء العالم بيجوا، فانت خلي معاك اللغه الاساسيه الانجليزي، وبعد كده اللغه اللي انت حابب اللي انت تتعامل بيها طبعا الصيني، اللي بيتعلم صيني بيبقى له فرص كويسه جدا هناك. فاعتقد ده يعني شاملا كده 8 ل 10000 دول هيعيشوك كشخص طبيعي، مش هيبقى عنده مشاكل ماديه كتيره قوي يعني ماشي، او يعني نتمنى ان ما يكونش طبعا في مشاكل، بس يعني ايه هتبقى الدنيا ماشيه معاك كويس ومش وحش طبعا، مع طبعا الادويه، المستشفيات موجوده، كل الخدمات موجوده. وكسياحه طبعا انا اكيد هحسدك لو انت هتروح تعيش هناك، لان البحر الاحمر يعني مزاج، مزاج تاني خالص يعني. خلاص ربنا يوفقكم، لو حد عنده سؤال، واتمنى تكون استفدت ببعض المعلومات في الفيديو ده، ولايك سبسكرايب شير، شكرا خير، سلام.